يعطيكم العافية أصدقائي، معكم حمزة من قناة ميدزو، القناة الأكاديمية التعليمية الخدمية. ورجعنا لكم اليوم بشرح جديد لمنحة جديدة، منحة إيديو سيريا، منحة برنامج التعليم السوري الأردني للاجئين السوريين 2022. بداية أصدقائي، وقبل لا نبدأ حابب أذكركم بالاشتراك بالقناة وزر اللايك لتدعمونا، وتفعلوا الجرس لحتى تصلكم كل الشروحات بالنسبة للمنح الداخلية والخارجية. طيب، أول شيء رح نتعرف شو هي شروط التقديم لهذه المنحة، شو هي الأوراق المطلوبة، والخطوات واحدة بواحدة لحتى نقدم على هذه المنحة. الروابط كلها بتلاقوها بصندوق الوصف تحت الفيديو. طيب، رح ندخل على الرابط رح يأخذنا على هذه الصفحة. طبعا منح برنامج التعليم السوري الأردني للاجئين السوريين 2022 هي منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي. بتدير هاي المنحة هي الجامعة الألمانية الأردنية، وبالشراكة مع عدة مؤسسات تعليمية أردنية. المنحة بتشمل على قسمين، أول قسم هو 40 منحة لدراسة البكالوريوس في جامعة الزرقاء، و30 منحة لدراسة الدبلوم الدولي في كلية لومينوس الجامعية التقنية. طبعا فترة التقديم لهاي المنحة بلشت من يوم الأحد 6/2/2022، راح تنتهي خلال نهاية هذا الشهر الموافق لـ 28/2/2022. طيب، خلينا نمرق على الشروط اللازمة للتقديم على هاي المنحة. بداية أصدقائي، لازم يكون المتقدم سوري الجنسية، لازم يكون يحصل على بطاقة المفوضية السامية للأمم المتحدة اللي هي بطاقة المفوضية، لازم يكون معه بطاقة أمنية ممغنطة، ولازم يكون حاصل على الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2020/2021، ومشمول بذلك الدورة التكميلية اللي خلصت قبل أسبوع تقريبا، ولازم أنه ما يزيد عمر المتقدم عن 28 عاما، ولازم يحصل المتقدم في البداية على قبول مبدئي من جامعة الزرقاء أو من كلية لومينوس الجامعية التقنية. طبعا الحصول على هذا القبول المبدئي لا يعني أنه الشخص انقبل بهاي المنحة، وإنما هو أساس للتسجيل على هاي المنحة. ألا يكون المتقدم مسجلا في جامعة الزرقاء أو أي جامعة أخرى أو كلية أخرى، يعني التسجيل فقط لطلاب التوجيه اللي ما بيدرسوا بالجامعات، اللي ما حصلوا على أي فرصة لأنهم يدرسوا بالجامعة. لازم المتقدم يكون تلقى جرعتين من مطعوم الكورونا، وتعطى الأولوية للمتقدمين المطابقين للشروط السابقة والحاصلين على المعدلات الأعلى. يعني إذا في أشخاص محققين كافة الشروط السابقة راح تكون الأولوية للمعدلات الأعلى، فالتمايز في هاي المنحة هو حسب المعدل اللي حاصل عليه الطالب في التوجيه. طيب، شو هي الأوراق أو الوثائق المطلوبة للتقديم على هاي المنحة؟ بالبداية أكيد رح نكون مطلوب صورة كشف العلامات الثانوية العامة الأصلي مصدقة حسب الأصول، وصورة عن البطاقة الأمنية، وصورة عن المفوضية، صورة عن شهادة الميلاد أو جواز السفر إن وجد، فهذا الشيء بيكون يعني نقطة في تسجيل الطالب. صورتين شخصيتين حديثتين، شهادة المطعوم للكورونا طبعا الجرعتين، ووثيقة القبول المبدئي اللي راح نحصل عليها من جامعة الزرقاء أو كلية لومينوس الجامعية التقنية. طيب، هاي بالنسبة للشروط وبالنسبة للوثائق المطلوبة. هلأ راح نمرق بشكل سريع على خطوات التقديم. طيب، بالنسبة للتقديم على هاي المنحة راح ينقسم إلى قسمين، قسم للطلاب اللي بده يقدموا على منحة البكالوريوس في جامعة الزرقاء، وقسم للطلاب اللي بده يقدموا على منحة الدبلوم في كلية لومينوس الجامعية التقنية. بالنسبة لطلاب جامعة الزرقاء أو منحة البكالوريوس، طريقة الحصول على ورقة القبول المبدئي راح تتم إلكترونيا عبر رابط موجود في صندوق الوصف. أما بالنسبة لطلاب كلية لومينوس اللي بده يقدموا على منحة الدبلوم، لازم يتوجهوا إلى الكلية سواء كان في إربد أو سواء كان في عمان، وراح يقدموا الوثائق المطلوبة والأوراق المطلوبة، وراح يحصلوا على ورقة القبول المبدئي. وبرجع بأكد أصدقائي إنه الحصول على ورقة القبول المبدئي لا تعني القبول في المنحة، وإنما هي أساس لتسجيل في هاي المنحة. بداية بالنسبة لطلاب جامعة الزرقاء أو منحة البكالوريوس، رح نتوجه على الرابط التالي لحتى يأخذنا للصفحة اللي شايفينها أمامنا. طيب، بعد ما نتوجه لهاي الصفحة بنروح على طلب منحة إيديو سيريا، رح يأخذنا على صفحة تسجيل. إذا كان عندك حساب على إيديو سيريا كنت عامل قبل هيك فبتدخله، إذا ما كان عندك تعمل إنشاء الآن. انا كنت عامل قبل هيك، فالموضوع ببساطة فقط احنا بنحط الاسم اللي احنا بدنا اياه، مثلا حمزة 93 او 92، وبحط باسورد انا خاص فيني.
بس ببساطة الموضوع عبارة عن اسم مستخدم وكلمة مرور. لازم نحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور. هون بحكي لي انه هذا الاسم مستخدم قبل هيك، انا بحط مثلا هاي اسم مستخدم جديد. وبدخل. هاي ببساطة اعطاني الانتقال للخطوة التالية، بس حطيت اسم مستخدم وحطيت كلمة سر. بعد هيك بقدر ادخل انا عن طريق اسم المستخدم وكلمة السر اللي انا اخترتهم، بياخذني لهاي الصفحة. هاي الصفحة جدا مهمة، فيها رح نعبي البيانات والمعلومات المطلوبة منا، فرح أعبي معكم واحدة بواحدة. في البداية رح يطلب منا الاسم الأول، فأنا بسجل اسمي الأول، الثاني والثالث اللي هو اسم الأب والجد، لأنه رح ياخذ اسم رباعي، والاسم الثالث اللي هو أو اسم العائلة اللي هو الكنية. برجع بعبي المعلومات باللغة الإنجليزية، بدي أراعي إنه تعباية المعلومات الشخصية بتكون وفقا للوثائق الرسمية، سواء كان معنا بطاقة مفوضية أو بطاقة أمنية أو جواز سفر، والأفضل جواز سفر، المعلومات اللي موجودة على جواز السفر. فأنا راح أعبي المعلومات بناء على وثيقة جواز السفر اللي معي. بالنسبة لتاريخ الميلاد راح أكبس هون، راح يعطيني هاي النافذة. أول إشي بختار الميلاد مثلا 98، بختار الشهر، أول شي اخترت السنة، بعدين بختار الشهر، بعدين اليوم. زي ما اتفقنا إنه المعلومات نفس المعلومات الواردة في الوثائق اللي موجودة معي. بلد الميلاد سوريا أو الأردن. اسم الأم بيطلب مننا اسم الأم. الجنس ذكر أو أنثى. مكان الإقامة المدينة اللي أنت موجود فيها مثلا عمان. رقم البطاقة الأمنية، بدنا ندخل رقم البطاقة الأمنية. رقم المفوضية، الرقم الخاص بالفرد، كل شخص اسمه على المفوضية جنب الاسم بيكون موجود الرقم الفردي، مش رقم المفوضية الأساسي، وإنما الرقم الفردي اللي موجود جنب اسمكم. رقم الهاتف، بنحط رقم هاتفنا. رقم هاتف آخر، ممكن إذا في رقم هاتف آخر شخصي إلنا ممكن نحطه. البريد الإلكتروني، ولازم يكون بريد إلكتروني فعال عشان تصلكم إن شاء الله القبول عليه. بالنسبة لولي الأمر، يفضل أن نحط اسم ولي أمر أو حدا مسؤول عننا، ممكن الوالد أو الوالدة، فبنحط اسمه الثلاثي. ما بيقبل اسم ثلاثي، فبنحط الاسم والكنية فقط. ورقم الهاتف، رقم هاتف ولي الأمر. تمام. هلا بنيجي على معلومات الثانوية العامة. فرع الثانوية العامة شو هي؟ أدبي أو علمي أو تربية طفل أو تجارة أو فندقي، في مختلف الفروع. سنة الحصول عليها أكيد 2021، لأنه هاي المنحة موجهة فقط لطلاب 2020-2021. بلد الحصول عليها الأردن أو إذا كان من دولة ثانية. المعدل بالتوجيهي مثلا 85. المنطقة التعليمية اللي هي المنطقة اللي تابعة إلها دائرة الامتحانات انت قدمت فيها، مكتوب على ورقة. كل هاي المعلومات بتلاقوها على ورقة الثانوية، على الشهادة الثانوية بتلاقوها عندكم. وطبعا المدرسة بتختاروا شو اسم المدرسة اللي انتو درستوا فيها، اذا ما كانت موجودة اسم المدرسة فبنختار اخرى، والغالب ما تلاقوا اسم مدرستكم فبنكتب هون اخرى. ننزل هون، في عندنا معلومات الالتحاق في الجامعة. هاي مشان انت دراستك او انت دراستك بالجامعة كيف انت بتفضليها. اذا انقبلتوا ان شاء الله راح تبلشوا على الفصل الثاني. نوع الطلب بدكم صباحي او مسائي، سواء كان انتوا بتفضلوا الدوام صباحي او مسائي، او بالنسبة لطلاب الدبلوم بحطوا دبلوم عالي. راح نختار صباحي. الكلية هون حسب انتوا التخصص اللي انتوا بدكم اياه، بتختاروا الكلية اللي تابعة لها وبتختاروا القسم. مثلا انا بدي اختار كلية العلوم الطبية المساندة، فيها تخصصات التحاليل الطبية والسمع والنطق مثلا، هاي كمثال.
وبعد هيك بعلم هون على هذا المربع. إذا كنت طالب أو مجسر فبنحط هون بيانات الدبلوم اللي أنت درسته أو الجامعة اللي أنت بتدرس فيها حاليا. وزي ما حكينا هاي المنحة موجهة فقط للطلاب اللي حاصلين على شهادة الثانوية وما درسوا بالجامعة، ولكن أنت كطالب درست بالجامعة وحاب تقدم على المنحة ما في مشكلة، قدم. وممكن إذا صار في نقص بالطلاب وما قدروا يغطوا عدد الطلاب ممكن يكون لك فرصة. فبنعبي بيانات الجامعة اللي احنا درسنا فيها أو الكلية، بعد هيك بنحط حفظ وانتقال الخطوة التالية. رح ينقلنا لهاي المرحلة، بهون المرحلة أصدقائي لازم تيجينا رسالة على البريد الإلكتروني اللي أنا حطيته لحتى يتأكدوا إنه البريد الإلكتروني هو إلك وإنه شغال. فبتصلني رسالة عبر البريد الإلكتروني فيها رمز تحقق. هلأ بجيب رمز التحقق ومنكمل معكم. طيب أنا جبت الرمز أصدقائي من البريد الإلكتروني، بعمل تحقق من البريد الإلكتروني. بهاي المرحلة هم بيتأكدوا إنه البريد الإلكتروني إلك شغال وأمور كل الأمور 100%. طيب هلأ بنيجي هون بيطلب مننا إنه نحن نحمل الوثائق المطلوبة مننا. طبعا نحن بنكون مجهزين هاي الوثائق، بنصورها بأي مكتبة تصوير سكانر بنحصل عليها على الموبايل أو على الكمبيوتر كشكل صورة. هاي الصورة نحن راح نرفقها بالطلب ونحملها. في البداية نختار نوع الملف، يعني احنا ايش بدنا نحمل. اول شيء كشف العلامات بالنسبة للثانوية العامة، بكبس عليها بعدين بكبس على choose file، بروح على المكان اللي انا مخزن عليه الصورة اللي هي صورة الثانوية، كشف العلامات للثانوية العامة، وبعطي تحميل. بس احملها بكبس هون تحميل. طبعا هاي في حالة انا حملت، انا لسه ما حملت. وبرجع بختار مثلا البطاقة الأمنية مرة ثانية وبعطي اختيار الملف بعدين بعطي تحميل. فكل ما حملت أنا ملف راح يطلع عندي هون الملفات اللي أنا حملتهم، راح أحملهم وأرجع أكمل معاكم الفيديو. طيب أصدقائي هلا أنا حملت الملفات زي ما بتشوفوا هون، عندي البطاقة الأمنية والمفوضية الخاصة بالعائلة وكشف العلامات. إذا بنلاحظ هون لما بدنا نختار الوثائق في ثلاث وثائق مهمين بيكونوا باللون الأحمر اللي هم البطاقة الأمنية والمفوضية وكشف علامات الثانوية، هذول رئيسيات لازم نرفقهم، هذول شرط الحصول على القبول المبدئي. بعد ما نرفق هاي الملفات فينا نرفق احنا ملفات اخرى مثل بطاقة الجلوس، مثل صورة شخصية للطالب، نقدر نرفقهم. طيب بالنسبة لارفاق الملفات يفضل انه يكونوا بصيغة البي دي اف لحتى تكون الملفات واضحة بشكل تام. وبعد ما نخلص رفع هاي الملفات بنعطي اعتماد وارسال الطلب. ملاحظة اصدقائي انه ارسال طلب الى دائرة القبول والتسجيل في جامعة الزرقاء ما راح نقدر نعدل عليه، فبليز رجاء تكونوا متأكدين من الملفات اللي انتم رفعتوهم. اذا بدكم تتأكدوا من كبس هون على عرض تطلع لكم صورة الملف اللي انتم رفعتوه. فبعد ما نخلص كل هاي الامور نعطي اعتماد وارسال للطلب. طيب بعد ما نتأكد من الملفات اللي احنا رفعناهم انهم صحيحين 100%، بعد ما نتأكد من كل هاي الامور، بعد ما نرفعهم او نرسلهم الى دائرة القبول والتسجيل في جامعة الزرقاء راح تجينا هاي الصفحة، بيعطينا انه حالة الطلب تبعنا انه احنا مرسلين الطلب الى دائرة القبول والتسجيل في جامعة الزرقاء. بهاي الحالة نحن هون بينتهي اول جزء من طريقة التقديم على هاي المنحة. لازم نتأكد انه بعد ما نرسل الملفات يصلنا ايميل انه تم استلام الطلب من قبل ادارة الجامعة او دائرة القبول والتسجيل. بعد من يوم الى يومين رح يصلنا رد من دائرة القبول والتسجيل، رح يكون مرفق فيها القبول المبدئي اللي احنا اللي تقدمنا فيه، ومرفق معه ورقة او رقم القبول المبدئي. هون بنكون احنا خلصنا الجزء الاول من التقديم على هاي المنحة. ان شاء الله بالفيديوهات القادمة او بالفيديو الجاي راح نشرح لكم طريقة التقديم على هاي المنحة بعد ما نحصل على ورقة القبول المبدئي. بنشوفكم على خير. لا تنسوا زر اللايك وتعليقات، وشيروا هذا الفيديو لاصحابكم حتى يستفيدوا من هاي المنحة، واكتبوا لنا بالتعليقات اي مساعدة بدكم اياها، ان شاء الله احنا ما راح نقصر عليكم. والسلام عليكم.